حارة من جوه، حارة من جوه، حارة، والرزق بينادي أكاله. جينا النهاردة عند أم هاجر بتأكل كل الصنايعية وصحابات المحلات والبياعين. تعالوا نشوف إيه حكايتها وإزاي اللقمة بتنادي أكلها. السلام عليكم. على ست الله وبركاته. ازيك يا ام هاجر؟ ازيك يا ست الحبايب؟ عامله ايه حبيبتي؟ تسلمي حبيبتي. انا سمعت عن صيتك، قلت اجي اشوف ايه قصه البطاطس اللي بيعبدين كلها بتموت فيها. عشان ام هاجر من الناس الغلابه، يبقى لازم هتخلي بالها من الغلابه. يعني اللي معاه جنيه بيجي ياكل، الله ينور عليك، بيجي ياكل، واللي معاه 10 بيجي ياكل. شوفي بقى انت في حته في ذوقك قد كده. ايوه، وبيجيني ناس من وحرق قد كده بيجيني، والناس كلها بتيجي عندي بيسالوا عليا وبييجوا. والله بيسالوا عليا وبييجوا. ام هاجر فين؟ وبص لهم جايين. وساعات كان بيجينا اجانب ياكلوا هنا، يقول انت اكلك 100 100. طول ما انت راضيه عمرك ما هتبص لغيرك. يعني هو اهم حاجه الرضا. ايوه، انت عارفه ان انت النهارده راضيتيني. ايوه والله، راضيتيني على الاخر. حبيبتي حبيبتي. النهارده انا كنت في عابدين عند ام هاجر ملكه البطاطس ام الغلابه، وهي قالت لي حاجه حلوه قوي. قالت لي طول ما انت راضيه مش لازم اللقمه تكون لا هي كباب ولا هي كفته، ادام راضيه ونفسك راضيه تبقى انت ملكه. النهارده انا ما عنديش كلام اقوله غير كده، وكنا النهارده مع النفس الراضيه. تعالوا على مطبخ غالي.